بعثة قوية على رأسها رئيس الوزراء نفسه. إخواننا الإماراتية بيتكلموا على أنهم عندهم استثمارات في مصر ب20 مليار دولار، وعايزين في ظرف الكام سنة الجايين يبقوا 35 مليار، يعني في 4-5 سنين يزودوا 15 مليار على 20 مليار. طبعا هنا دورك أن تذهب وتبين ما هي المشاريع اللي عندك، ايه الفرص اللي موجودة، ايه المشاكل اللي كانوا بيعانوا منها في السابق عشان تتحل. كل هذه الأشياء مسائل هامة جدا. معانا الأستاذ أحمد هاشم مدير الشؤون المحلية بجريدة الإمارات اليوم. أهلا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ عمر، مساء الخير. إيه اللي حصل في هذه الاجتماعات؟ يعني الحقيقة النهاردة كان لقاء هام بين الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المستثمرين في دولة الإمارات. كان نقاش مهم جدا، وكان يعني جلسة هامة جدا تم خلالها طرح العديد من الموضوعات اللي تهم المستثمرين الإماراتيين لعلاج مشكلاتهم في مصر أو ما يواجهونه من صعوبات في مصر لتنمية استثماراتهم. في نفس الوقت كان هناك رسائل طمأنة كبيرة من الدكتور مصطفى مدبولي لرجال الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات لرفع استثماراتهم بشكل كبير في مصر. يعني في مجموعة كبيرة جدا من الشركات والاستثمارات في مصر، منها يعني اتصالات، إعمار، اللولو، كل دي شركات موجودة في الإمارات بشكل كبير جدا. طرحوا بعض التخوفات، طرحوا بعض الأمور اللي بتواجه. إيه أهم المشاكل اللي بتواجه الشركات الإماراتية في مصر؟ يعني هم اتكلموا مثلا عن عدم استقرار سعر الصرف بالنسبة للجنيه المصري، برضو بعض الأمور الإدارية اللي ممكن نتكلم على إنها بتعيقهم في التوسع في استثماراتهم، بعض الأمور بيروقراطية يعني التصاريح، الأوراق، كل هذه الأشياء بالضبط، والأمور اللي بتتعلق كمان بتخصيص الأراضي. الدكتور مصطفى مدبول يتكلم رد على نقطة فيما يتعلق بموضوع تخصيص الأراضي، اتكلم عن حاجة ليها علاقة بالرخصة الذهبية. الرخصة الذهبية دي اللي هي إن مجلس الوزراء هيصدر الترخيص بشكل مباشر منه، وبعدين المجلس نفسه هو اللي يتولى إنهاء كل الإجراءات اللي تتعلق بالمستثمر. يعني المستثمر نفسه هو المجلس الوزراء اللي هيخلص كل شيء للمستثمر في 20 يوم خلال الرخصة الذهبية. بالظبط. طبعا الإمارات اتكلمت، أو مجلس رجال الأعمال الإماراتي والخارج اتكلم على إن هو حاليا في نسبة كبيرة من حوالي 20 مليار دولار استثمارات إماراتية في مصر، هيتم رفعها خلال 5 سنين إلى أكثر من 35 مليار، وده رقم كبير. أيضا في المقابل كان الدكتور مصطفى مدبولي بيتكلم على 40 مليار دولار، يعني مصر هتطرح أصول ب 40 مليار دولار على مدار 4 سنين، متوسط 10 مليار مليار في السنة، ودعا المستثمرين الإماراتيين إن هم يكونوا شركاء في هذه الاستثمارات. الأستاذ أحمد هاشم مدير الشؤون المحلية بجريدة الإمارات اليوم، بشكرك شكرا جزيلا.